الغوار، ولطالما كنت مثري لملفات الطاقة لدينا في الغوار. نبدأ بمحورنا الأول، ما هي الأسباب التي جعلت أرامكو تتصدر قائمة الشركات العالمية من حيث الأرباح؟ أهلا وسهلا أخي نايف، ودائما سعيد في الحديث مع الأخ داري. هو عوامل كثيرة، لكن هنا لو نلاحظ بس التقلبات الاقتصادية اللي شهدها العالم في خصوصا في هذه النتائج اللي ظهرت في النصف الأول من العام 2024، وهي مرحلة ما كانت بمرحلة سهلة، خصوصا أنه حالة عدم اليقين مرتفعة مع التقلبات الاقتصادية اللي هيش العالم. هل الاقتصاد الأمريكي سيدخل في تباطؤ أو ركود؟ أسعار النفط شهدت نوع من الانخفاض، الهوامش الربحية على المصافي أيضا منخفضة. فمع هذا لكن أداء الشركة كان نوعا ما ريزيلينت، أو أنه أداء قوي مقارنة بالأحداث اللي يعيشها العالم. طبعا هنالك عوامل كثيرة، ولكن أعتقد أن أهم شيء يميز شركة أرامكو السعودية طبعا انخفاض التكلفة كتكلفة العمليات، انخفاض البطن الكربونية، وفوق هذا كله طبعا كفاءة الإنفاق. طبعا الشركة عززت بشكل كبير ان هو تعزيز استثماراتها، وايضا ان هو يكون في spending efficiency، او ان كفاءة الإنفاق تلتفت على المشاريع ذات اللي هي تكون عليها اعداد جدا اكبر في المستوى المتوسط، المدى المتوسط والمدى البعيد. وهذا اللي طبعا ما شفناه على انعكس طبعا على الأرقام. اعتقد انه طبعا لو نقارن ايضا، هي ليست فقط من ناحيه ارباح، لكن ايضا العوائد الربحيه. لو نقارن بس ارامكو السعوديه مع شركات البترول العالميه، تجد انه 7%، بينما كل الشركات العالميه اقل من هذا الرقم بكثير. نعم، فبالرغم من انه هنالك انخفاض في الارباح، لكن مع هذا ارامكو السعوديه كعوائد كديفيدند ما زالت يعني ايضا حقيقه في زياده، برغم من انخفاض الارباح مقارنه بالعام الماضي. فالحقيقه يعني شركه متميزه، وهنا طبعا يشير طبعا بالاداء الكادر اللي تتمتع فيه شركه ارامكو السعوديه مقارنه بكبرى شركات البترول العالميه. دكتور، هل تأثرت صادرات الشركة إلى الأسواق العالمية بالأحداث الجيوسياسية الحادثة يعني خلال الأيام الماضية، ولا زالت مستمرة لحد يومنا الحالي؟ حسب ما سمعت من الإدارة التنفيذية للشركة في البيان اللي أو المكالمة أو الاجتماع اللي صار على الهاتف بالأمس بعد إعلان النتائج، أنه بالرغم من الحالة اللي حاليا تعيشها الأسواق المالية في الولايات المتحدة وموجة الهلع اللي اثرت على المؤشرات الماليه وانعكست على اسواق النفط والخوف على الطلب العالمي، البيانات تشير ان الطلب العالمي على النفط في النصف الاول تجاوز ال 103 مليون برميل، هذا اعلى رقم تاريخيا. وتتوقع الشركه ان يزيد يصل الرقم ما يزيد عن 106 مليون برميل عالميا. فاضافه لو نلاحظ بس يوم 5 اوغست اللي من الشهر الحالي، ارامكو السعوديه رفعت اسعار من صادراتها الى اسيا. طبعا 80% من الصادرات السعوديه تستهلك في الاسواق الاسيويه، فما اشارت انه زياده الاسعار الا بثقه ان الطلب قوي وهناك طلب متزايد، وهذا يدفع طبعا انه المصدر انه يكون هنالك نوع من طبعا استغلال الفرصه الاقتصاديه، ما يعيد طبعا على الشركه بعوائد اقتصاديه افضل. فاعتقد انه ليس هنالك اي تاثير على الطلب العالمي على النفط بالرغم من المخاوف اللي يعيشها الاقتصاد الامريكي. دعنا نتحدث عن اكبر مستهلك للنفط وهي الصين. يعني من بعد كورونا الصين ليست الصين في حتى في استهلاك النفط. ايضا هنالك تقارير صدرت الاسبوع الماضي ان هنالك انكماش في استهلاك النفط في الصين. ماذا يحدث في الصين بالضبط، ولماذا ليس هنالك وضوح حتى في استهلاك الطاقة؟ هل هنالك بدائل؟ هل هنالك مشكلة داخل الاقتصاد الصيني؟ ماذا يحدث يعني حقيقة في اقتصاد الصين؟ والله يا اخي نايف، انا جالس اسمع تقارير يعني متضاربة. يعني من ناحية تجي مصادر يقول لك ان الاقتصاد الصيني منكمش وفي انخفاض في الطلب، لكن لما اتكلم مع شركات البترول يقول لك الاقتصاد الصيني قوي وشحناتنا ما تغيرت، وهنالك في زيادة في الطلب، وصل الطلب في الصين السنه هذه عند 16 مليون برميل، قبل كورونا كان 14 مليون برميل. فحقيقه انا يعني ما يعني هنالك نوع من الغموض.
في هذا اللي جالس نوعا ما ينزل الاسعار ويرفع الاسعار. فلكن في تطور ان الصين لا زالت اقتصاد جدا مهم. السنه هذه الطلب على النفط عموما عند المليونين برميل، الاقتصاد الصيني يشكل اكثر من النصف من حجم الزياده على الطلب. فلا زلت اشوف ان الصين مؤثر قوي حتى ما بعد ازمه كوفيد 19. ممكن طبعا لانه في الاخير هتوصل الصين مرحله اللي هي الماتيوريتي، مرحله النضوج، وهنا يعول على الهند والجلوبال ساوث اللي هم دول جنوب شرق اسيا، اللي هي تعوض على طبعا اي انخفاض او انه خلينا نقول افلات لما يكون عندك استواء في الطلب على الصين لانه وصلت اللي هي اعلى مرحله. ايضا هنا في مساله مهمه لازم ناخذها بعين الاعتبار، الصين ما تبغى توصل اصلا صافي صافي. This is ICS Legal. We are UK immigration lawyers based in London. طبعا الصين في خلال العقدين القادمين اعتقد لسه في مجال، لانه حسب السياسات اللي اتخذها الحكومه من ناحيه الضعف اللي صار في الاقتصاد. لا ننسى ان الحكومه اتخذت ايضا اجراءات تحفيزيه على في لما جت عندهم ازمه في الرهن العقاري، وهي نوعا ما حفزت ورجعت نوعا ما من ارقام الارتفاع في الطلب على النفط الصين. في هي ايضا مساله جدا مهمه ان المخزونات الصينيه حتى جالسه ترتفع مع انخفاض الاسعار. فرسالتي هنا انه الاقتصاد الصيني لا زال جيد حسب ما، مش بس هذا كلامي، هذا حسب ما اسمعه من المصدرين، ولا اشوف ان حاليا في اي قلق من ناحيه الاقتصاد الصيني لعقود من العقود يعني الى الامام. ونحن طرحنا هذا السؤال لان نرى تقارير متضاربه سواء بين ما ينشر في الاعلام وايضا ما يحدث في ارض الواقع. شكرا لك دكتور يوسف على اثراء هذه الملفات، ملفات الطاقه سواء لارامكو او لملف اسعار الطاقه واسواق الطاقه. شكرا جزيلا.